تخصص الطب الشرعي يركز بشكل كبير على تحديد سبب الوفاة، وذلك من خلال فحص وتتم عملية التشريح من قبل الطبيب الشرعي. وقد يتساءل البعض، كيف للطبيب الشرعي أن يحدد مثل هذه المعلومات الدقيقة جدا، مثل سبب الوفاة أو وقت الوفاة وغيره؟ حول أسرار غرف الطب الشرعي تنضم لنا الدكتورة فتون المرشود، طبيبة شرعية. هلا وسهلا بك دكتورة. أهلا فيك. أهلا وسهلا، تديك العافية. شكرا على استضافتي اليوم. عرفت أن الموضوع شيق والكل متحمس أن يعرف. بالفعل الموضوع شيق وصعب ومختلف جدا، وسعيدين بوجودك معنا اليوم. بداية خليني أسألك عن عدد الأطباء الشرعيين عندنا في المملكة، إذا يوجد إحصائية، وهل هذا القسم يعني موجود عندنا؟ هل في ناس عدد كافي متخصصين في هذا المجال؟ الأعداد تقريبا يعني ما يقارب 100 طبيب، طبيب شرعي في السعودية كلها؟ في السعودية كلها أي، تقريبا من 100 إلى 150. هو تخصص نادر يعني جدا، من اسمه طب شرعي فهو فعلا تخصص نادر، تخصص صعب يعني، مو كثير من الناس يقدرون أنهم يدخلونه، مو كثير من الناس يسعون أنهم يدخلون الطب الشرعي. طب أنت كيف، ليش اخترتي هذا المجال اللي دائما هناك يعني تخصص زي ما قلتي عاطفيا صعب، نفسيا صعب، منتلي صعب أيضا عقليا، كيف أنت دخلتي هذا المجال أو اخترتيه؟ ليش؟ والله أنا يمكن في الاستوديو هذا بس 7 سألوني ليش دخلت الطب الشرعي. يعني موضوع الطب الشرعي أنا كنت دائما أقول لهم أنا ما أحب الطب الشرعي، أنا أحب الفكرة وراء الطب الشرعي اللي هي فكرة أن إحنا قاعدين نقدم عدل لشخص لا حول له ولا قوة. ممتاز. يعني هذا ما هو شخص بيجيني بعد أسبوع بيقول لي دكتورة والله الدواء اللي أعطيتني إياه غلط، أنا بشتكيك. لا، هذا بتقابل أنا وياه من الحساب خلاص. صح. ففكرة أن إحنا نكون جزء، أن إحنا نخدم ونعطي حق للمتوفي، هذا يعني فكرة عظيمة بغض النظر عن كل الأشياء اللي نشوفها. نعم. احنا جزء من منظومه كبيره، تخصص صعب ما هو تخصص سهل، لكن كل مره نذكر انفسنا بالفكره هذه. يعني احنا جنود، احنا مسخرين، العلم اولا واخرا هذا جاي من رب العالمين. صحيح. رب العالمين ما حط كل العلامات هذه اللي بنتكلم فيها الا لانه فعلا في حق للمتوفي مفروض انه يظهر، يا اما انه احنا نبرئ احد او احنا نتهم احد. ف تخصص مسؤولية جدا كبيرة. صعب، مسؤوليه جدا كبيره. عشان كذا دائما الطبيب الشرعي دائما تسمعونهم يقولون احنا ما نشتغل فردي، يعني مستحيل ان قرار يطلع مني انا بس، احنا لازم نكون لجنه، احنا معانا جهات مختصه تشتغل معنا، معانا النيابه، معانا التحقيق، معانا محققين الادله، فكل هذول قاعدين يشتغلون. يعني سبحان الله شخص واحد متوفي ما له علاقه، ما يدري، حتى اهله يمكن ما راح يسالون، بس انه يعني سبحان الله هو الصخره في الموضوع ان احنا نتذكر ان احنا مسخرين المتوفي، هذا هي اللي تخلينا ننام ونقوم الصباح نداوم. صح. فتون، لو ابي اسالك عن ابرز العلامات اللي ممكن تظهر على الشخص المتوفي، هل ممكن تفرقون بين اذا كانت العلامات هو قتل او هي موت طبيعيه؟ طبعا هو هذا كور شغلنا. اذا ممكن بس ارجع خطوه وراء اعرف بس وش الطب الشرعي. هو احنا نتعامل او الطبيب الشرعي يتعامل مع 3 اقسام. القسم الاولي هو القسم الكلينيكي اللي هو نتعامل فيه مع الاحياء، نشوف احياء، احنا مو كلهم اموات، نتعامل مع الاحياء اللي هي حالات الاعتداء، حالات الاعتداء الجسدي، حالات الاعتداء الجنسي، تحديد نسبه العجز، تحديد الاعمار، هذه كلها احنا نشوفها عندنا في العياده. الجانب الثاني اللي هو جانب التشريح، اللي هو يا اما جانب التشريح او الكشف الظاهري. الكشف الظاهري هو اللي يحدد اللي اذا كان الشخص متوفي او لا، اذا كان في علامات ظاهره عليه. والثالث والاخير اللي هو الاستشارات القانونيه والمحاكم. بالنسبة أنه كيف نعرف إذا كان المتوفي جريمة أو لا، طبعا الطبيب الشرعي إذا كان في جريمة يطلع هو مع الفريق المختص إلى مركز الجريمة. إذا ما حصل فلا، يجيبون الجثمان عندنا وإحنا نفحصه. في علامات كثيرة تدل على أنه يكون جريمة، مثل أي سحجات، أي كدمات، أي علامات واضحة على الجثة نفسها، تحت الأظافر نشيك نشوف إذا كان في أي علامات قتال، أي بواقي جلد، بواقي شعر، هذه كلها الأشياء تحدد لنا إذا كان المتوفي بجريمة أو لا. وطبعا الظروف اللي وجدوا فيها، يعني كيف لقوا أساسا النيابة العامة، وين كان موجود، وش صار، إيش الخلفية اللي كانت وراء الجثة هذه، هذه كلها تساعدنا أن احنا نعرف إذا كان وفاة طبيعية أو جثة. في كمان معلومات دقيقة جدا تاخذوها بعين الاعتبار، مثلا إذا هذه الجثة هي على وضعها الطبيعي أو ما تحركت، كيف بتقدر تقيم أو تعرف هذا الموضوع؟ تحرك الجثة يعني هو already يعني ميت، فكيف تقيم هذا الموضوع؟
هنا ارجع اقول لك سبحان الله، الله حط لنا علامات نعرفها. في شيء ما يسمى بالرسوب الدموي. الرسوب الدموي هذا مثلا اذا حتوفى على ظهره، بعدها بفتره تقريبا من ساعتين وبعد يبدا الدم يتجمع في المكان اللي هو منسدح عليه، يعني اذا كان على ظهره فبيكون في الجزء الاسفل من الظهر. اذا تحركت الجثه فبيتحرك مكان الرسوب الدموي هذا، فمن هنا احنا نقدر نعرف اذا هي تحركت او لا. يعني مثلا اذا احد كان ميت مشنوق مثلا، بعدين شالوه وحطوه على الارض، قالوا لا هو ما انشنك، فلا الرسوب الدموي بيكون في الاطراف السفليه وبيكون برضو على الظهر، فهنا نعرف ان الجثه تحركت. ايوه سبحان الله. قاعده هي تسولف وقاعده اتخيل مسلسل قدامي. اول العلامات، اول العلامات اللي انتم تاخذونها من الشخص المتوفي درجه الحراره، هل هذه عشان تعطيكم ساعه الوفاه ولا في شيء ثاني؟ هو درجة الحرارة ناخذها بجهاز معين، بس مو كثير نستخدمها في السعودية لأن أساسا الجو حار. هو درجة الحرارة إذا كنا مثلا في مكان بارد، الجسم يعني خلينا نقول مثلا كنا درجة حرارة 12 والجسم درجة حرارة طبيعية 37، تبدأ تنزل إلين ما توصل درجة حرارة 12، بعدين تبدأ ترجع مرة ثانية لمستواها الطبيعي. فهنا إحنا ممكن نحدد وقت الوفاة منها، لكن في أغلب الأوقات بما أن الجو حار فغالبا أنه يكون أعلى من درجة حرارة جسم الإنسان، فما يكون مؤشر جيد أنه إحنا نعرف منها زمن الوفاة. في مؤشرات ثانية نقدر نعرف منها زمن الوفاة. يعني مؤشرات كثير ودقيقة وصعبة. يعني زمن الوفاة، يعني خلينا ندقق معك، يعني ما شاء الله بتكونوا جدا دقيقين بوقت الوفاة حتى لو يكون مثلا مر عليها وقت طويل، كيف بيتم تحديد هذا الموضوع؟ هو وقت الوفاة احنا غالبا نعطيه تقريبي يعني ايه يعني من 2 إلى 4، لأن ما راح نقدر نحدد بالضبط الوقت. بس هو بسبب العلامات الرمية نسميها اللي تكون ظاهرة على الجثة نفسها. يعني أول شيء بيبدأ التيبس، التيبس يبدأ من فوق لتحت، تيبس الجسم نفسه يبدا من فوق لتحت، يبدا من ساعتين الى 12 ساعة. فهنا الى وين وصل التيبس هذا ممكن يعطينا شوي تحديد على زمن الوفاة متى كان. بعدها في الرسوب الدموي، الرسوب الدموي اذا يعني اذا مسكناه وكان لسه باقي لين والدم قاعد يكمل انتشاره فمعناته هذا كان اقل من 8 ساعات. اذا لا كان ثابت مكانه ما تحرك، يعني زي الكدمة، الكدمة اوقات اذا ضغطتي عليها تلقينها ما تتحرك او ما يروح الدم مكان. اذا كان نفس إذا كان ما تحرك فهذا أنه بعد 8 ساعات. برضو التيبس يأخذ وقت إلى 12 ساعة. بعد 12 ساعة هذا يبدأ يفك بنفس الطريقة اللي بدأ فيها اللي هو من فوق إلى تحت. يعني تجي الجثة بوقت تتيبس فيه لمدة 12 ساعة بعدين ترجع تفك تاني؟ أي كلها بسبب تغيرات كيميائية تكون تصير في الجسم. فأول شيء تبدأ تتيبس من العضلات اللا إرادية، تبدأ من فوق لتحت، من العين، من الفك نزولا، وتبدأ تفك بنفس الطريقة من فوق إلى تحت، أنه خلاص العضلات نفسها المواد الكيميائية اللي كانت فيها والتغيرات الكيميائية اللي صارت فيها خلاص تبدأ تسترخي العضلات وترجع مرة ثانية لوضعها الطبيعي. فهذا كله يحدد لنا. دكتورة والله العظيم أنت تتكلمين كأني قاعدة أشوف فيلم وكذا، قاعدة أشعر يعني أحس أنه مرة شيء عظيم اللي أنت فيه. الله ما شاء الله تبارك الله يكون في عونكم يا رب. الشيء المهم لما يجيكم شخص متوفي مختنق، ما تدرون هو مختنق بغاز اللي ما يخلي أثر على الرئة أو هو يمكن مختنق بمخدة، كيف ممكن تفرقون؟ هذا صدق من أبسط الأشياء اللي ممكن نفرق فيها، لأن الغازات تترك أثر في الجسم نفسه، غالبا انتشارها في الدم سريع. طبعا احنا ناخذ عينات من الدم، ناخذ عينات من مكونات المعدة، ناخذ عينات من المرارة، ناخذ عينات من الكلية، كل الأماكن اللي يمر فيها السموم هذه. إذا كان مختنق بمخدة ولا كان اختناق بيكون باين عليه علامات الاختناق، اللي هو يكون في زراق في الوجه، يكون في زبد رغوي طالع من الفم أو بالرئة نفسها يكون في زبد رغوي، يكون في شوي علامات مقاومة باينة عليه، يعني كدمات، بنلقى شيء في الأظافر بنلقى، فيختلف. وحتى الدم في الرسوب الدموي إذا كان غازات راح يبين لنا إياها. يعني مثلا في أنواع من الغازات زي السينايد، الكربون مونوكسيد اللي هو أول أكسيد الكربون، يكون لون الدم فيه سبحان الله أحمر فاقع، فهذا يبين لنا لا أنه في غاز في الموضوع، أنه ما كانت موتة طبيعية أو أنه ما كان اختناق. الله دكتورة فتون المرشود طيبة شرعية يعطيك العافية، وشكرا لتواجدك اليوم معنا. الله يعافيك، شكرا لاستضافتي، شكرا جزيلا. مشاهدينا أكيد احنا مكملين معاكم ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل، ما حقيقة تسبب علاجات ثنائي القطب بالعقم لدى السيدات؟